الاستخلاف في الأرض وهي أساس ودعامة المجتمع المتماسك المتين. سادة معالي السفراء، سادة المسؤولون القضائيون، سادة النقباء، سادة المحامون، سادة الأساتذة الجامعيون، إخواني الطلبة، حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له، تفعيلا لأدواره العلمية والمجتمعية التي دأب مركز سوس ماسا للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة على الالتزام بها، واستشعارا لضرورة الانخراط الجاد والفعال لكل مكونات المجتمع ومؤسساته في الرقي بالمجتمع، وتفعيلا لمضامين خطب صاحب الجلالة دام له النصر والتمكين. نظم المركز بمدينة أكادير خلال يومي 4 و5 نوفمبر 2022 ندوة علمية بعنوان مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح، التي تمثلت أهدافها في تشخيص واقع الأسرة واستشراف الآفاق والسبل الناجعة لتقويتها، تفاعلا مع مضامين خطاب صاحب الجلالة نصره الله وأيده في ذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 23 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. قد شارك في هذه الندوة المباركة قامات علمية وقضائية سامقة وهامات فكرية وحقوقية باسقة بمداخلتها الهادفة واقتراحاتها السديدة بعد التحليل القانوني والواقعي للأسرة المغربية وتشخيص العلل والأسقام التي تكبح تطورها وآداؤها لأدوارها المحورية في المجتمع، أي تنبثق عن أشغال هذه الندوة المشهود لها بالنجاح تقريرا تركيبيا تضمن مجمل الخلاصات والتوصيات من شأنها أن تساهم في ملائمة وضع الأسرة المغربية مع التطورات المجتمعية والحقوقية التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين. أيها الحضور الكريم، نجتمع اليوم في هذا الصرح العلمي والديني المبارك لتقديم كتاب بعنوان مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح، وهو ثمرة للندوة المنظمة يوم 4 و5 نوفمبر 2022. يحتوي هذا الكتاب الجماعي على عروض ومشاركات للسيدات والسادة الأساتذة المتدخلين في الندوة الذين أتقدم لهم بعظيم الامتنان وجزيل الشكر على استجابتهم لدعوة المركز ومشاركتهم في أنشطته العلمية. كما أشكر الدكتور محمد العلمي المشيشي والأستاذة نزهة السقلي والدكتور سفيان الدريوش على قبولهم دعوة حضورهم معنا اليوم وتقديم عروضا تركيبية حول محتويات الكتاب. كما لا يخفى على الجميع أن الأسرة هي النواة واللبنة الأساس في بناء الحضارات وتشكيل الحياة الآمنة، وهي محور المجتمع وأساسه، وفي ظلال الأسرة يتربى الفرد الصالح وينمو، ومنطلق الأسرة هو عقد بل ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، ومنه تتشعب مكوناتها وتتمدد، وبه تترسخ المشاعر الصالحة، مشاعر الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة، ويتعلم الناس التعاون على الخير وعلى البر في ظل الأسرة المتماسكة. ورغم أنها خلية مجتمعية صغيرة، إلا أنها أساس وجود المجتمع وأقوى مكوناته الأساسية، فهي المهد الحقيقي للمجتمعات الإنسانية ومناط تطورها ورقيها. وما دام أن القواعد القانونية المنظمة والمؤطرة للأسرة تتسم بالثبات، والمجتمعات التي تعد الأسرة أبرز خلاياها تعرف بطبيعتها تطورات متواترة في نسيجها وتوجهاتها، فإن مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة تعد حاجة ملحة لتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي.
تلائم الالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. جاء في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة دام له النصر والتمكين إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة أنه رغم ما جسدته من مميزات وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني. انتهى المنطوق الملكي. نأمل أن تساهم مضامين وعروض هذا الكتاب في تشخيص واقع الأسرة في ظل مدونة الأسرة الحالية، وأن يكون له دورا ناجعا في اقتراح أهم التعديلات التي من شأنها تقوية تماسك الأسرة والرقي بها إلى مدارج تعكس تطلعات صاحب الجلالة والمجتمع المغربي. في الختام أجدد شكري لكل من ساهم في هذا الكتاب الجماعي بمشاركته أو عرضه، والشكر أيضا للأستاذ عبد الله الترابي على قبوله تسيير هذه الجلسة، وللسادة الأساتذة المتدخلين، كما أجدد شكري للسادة الحضور الكريم وممثلي هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين شرفوا المركز بحضورهم، وهو بمثابة دعم معنوي يستمر المركز في تطوير أنشطته وتفاعلاته مع المواضيع والنقاشات القانونية والمجتمعية. كما لا يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر لمدير مؤسسة دار الحديث الحسنية ولكل القائمين على هذه المؤسسة الوطنية على قبولهم تنظيم هذه الندوة في هذا الصرح العلمي المبارك. أتمنى لأشغل هذا اللقاء النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.